ولد الشيخ يغادر صنعاء كما دخلها خالد فاض إلا من تأكيد عابر على ذهاب ممثل الميليشيا في لجنة التهدئة إلى عمان منذ أشهر تظهر رحلات ولد الشيخ وجولاته بين صنعاء وعدن وبقية عواصم المنطقة وكأنها مجرد تسجيل حضور لا غير بعد أن وصل المسار السياسي إلى طريق مسدود كان ولد الشيخ أحد عوامل هذا الانسداد كما يبدو قبل الزيارة كانت سلطة الانقلابيين في صنعاء قد رفضت استقبال ولد الشيخ واضعة ثلاثة شروط لتحقيق ذلك الاعتراف بالحكومة التي شكلتها واستقبال مسؤوليها وفتح مطار صنعاء وإعلان الحكومة الشرعية موافقتها على الخطة الأممية رفض ولد الشيخ مقابلة مسؤولي حكومة الميليشيا في البداية مكررا موقفه الرافض لأي اعتراف بهذه الحكومة بل واعتبارها احد معوقات الحل السياسي في البلد، الا ان وكاله سبا في نسختها التي تسيطر عليها الميليشيا في صنعاء اكدت ان المبعوث الأممي استقبل اخيرا وزير خارجيتها وناقش معه سبل تعزيز جهود تحقيق السلام والدفع بالمفاوضات وانجاحها بما يخدم اليمنيين ويمكن من التوصل الى اتفاق سلام مشرف ومرض لكافه الاطراف حسب قولها. وعلى الرغم من تأكيد ولد الشيخ عند مغادرة صنعاء أنه لا يعترف إلا بالحكومة الشرعية في عدن، فإن هذا اللقاء ربما يؤثر على موقف ولد الشيخ وعلاقته بالسلطة الشرعية التي تمر بالفعل بأسوأ أوقاتها مع استمرار محاولة فرض خطته للحل التي سبق ورفضتها الحكومة لتعارضها مع المرجعيات الأساسية للحل السياسي. لم يعترف ولد بحكومة الانقلابيين إلا أن لقاءه بأحد مسؤوليها يلقي بظلال من الشك حول موقف المبعوث الأممي وخطط المجتمع الدولي حيال الأزمة اليمنية خصوصا أنها ليست المرة الأولى بعد أن قام ولد في وقت سابق بلقاء رئيس المجلس السياسي الذي شكلته الميليشيا وهو ما يعني استمرار المبعوث الأممي في الدوران في حلقة مفرغة من التناقضات التي أوصلت المسار السياسي إلى هذه النقطة غير واضحة المعالم